نشرت شركة وصول الغاز اليوم السبت في وضع كاشف غاز أحادي أكسيد الكربون تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. العملية حسب صون الغاز انطلقت من منطقة بوسعادة بولاية المسيلة، حيث ستمس تدريجيا 11 مليون زبون بالموازاة مع مواصلة عملية مراقبة التركيبية الداخلية والتجهيزات التي تشتغل بالغاز. وللحديث أكثر حول انطلاق عملية وضع الكاشف نربط اتصال بخليل هدنة الناطق الرسمي بشركة صون الغاز. سيدي أهلا بك. مرحبا بك سيدي الكريم. مرحبا. أهلا سيدي. إذن العملية انطلقت أسرع مما كان متوقع، لماذا؟ يعني سؤال وجيه، لماذا صنغاز تسرع يعني في أسرع وقت كما ذكرت؟ هذه باش نكون على قدر الثقة والمسؤولية اللي وضعها فينا كمؤسسة سيد رئيس الجمهورية، وهذا يعني ترجمة هذه التعليمات بالتنفيذ السريع لتعليماتها. أقول التعليمات وذكر نتاج انعقاد مجلس الوزراء المؤرخ في 24 شهر فارت جانفي 2023 والمتعلق بتزويد بيوت المواطنين بكشف أحادي أكسيد الكربون. هذه المهمة التي وكلت إلى صنغاز. إذن وبعد ثلاث أسابيع كما ذكر سيدي فقط من صدور تعليم سيد رئيس الجمهورية مؤسسة صنغاز، وبعد عملية الدراسة ووضع الميكانيزمات الفعالة وكذلك الإجراءات اللازمة، تباشر ميدانيا اليوم 18 من فبراير في وضع كواشف إنذار لغاز أحادي أكسيد الكربون، والبداية اليوم من بوسعادة ولاية المسيلة إلى أن تشمل العملية كل زبائن كمرحلة أولى. سيدي الكريم إذا سمحت، راح تكون ولايات 21 ولايات. أستاذ على ذكر ذلك، لماذا تم أستاذ خليل، لماذا ربما تم اختيار بوسعادة بالضبط وليس مثلا وهران أو العاصمة؟ في بوسعادة، يعني لماذا تم اختيار بوسعادة بالتحديد؟ لماذا في بوسعادة؟ أقول لأن أولا بوسعادة من المدن التي يعني سجلت عدد كثير من الضحايا، هي يعني كمثال، يعني كمثال فقط حبينا البرهة، لأنه مؤخرا شفت في جولبي عائلة من 9 أفراد يتلقوا في بوسعادة، كذلك 6 في جلفة وغيرها. بوسعادة من ولاية المسيلة، وأرجو أن تكون بداية أقول لسلسلة الولايات التي يعني تكون الهضاب العليا، لأن الهضاب العليا يتمتاز ببرودة، ولذلك البرهة الأول الذي كمرحلة أولى هي يخص تزويد سكان وزبائن ولاية الهضاب العليا. سيدي، وربما ما هي الخطة التي وضعتها صون الغاز لوضع هذه الخطة على الأرض؟ أكيد أنا قلت لك في ثلاثة أسابيع إحنا كان الوقت يتسارع وانتهزنا كل الفرص بداية بالدراسة، دراسة اللي الحاجة الصعبة هو أولا اقتناء هذا الجهاز، جهاز كشف أحادي أكسيد الكربون، لأنه الكمية كانت غير متوفرة وطنيا. إذا نحن لجأنا إلى مناقصة وطنية وتم اختيار العديد من الممولين أو المشاركين، لذلك احنا وضعنا يعني معايير تقنية من بينها الفعالية والجدية، كذلك هو كذلك يعني معدل مدة صلاحية هي سنتين. إذا العملية مشت بسرعة، وخاصة هو الشيء الأصعب هو وضع الميكانيزمات على المستوى المحلي في مديرية التوزيع لمباشرة وضع هذه الكواشف. لذلك أنا قلت لك كمرحلة أولى راح نبدأ بولايات الهضاب العليا، إذا يمس 11 زبون، أقول 11 زبون، حتى الزبائن اللي ما عندهمش الغاز عندهم الكهرباء راح يتم تزويدهم بهذا الكشف على المستوى الوطني. سيدي، وهذا ربما تشجع شركة صون الغاز إقبال المواطنين على هذه الأجهزة وتثبيتها بطريقة فردية. سيدي، المهمة التي أوكدت إلينا من طرف سيد رئيس الجمهورية هي تزويد المواطنين وليس المواطن اللي يجي لمصالحنا، لا، مصالح صون الغاز اللي تروح للمواطن وبيوت المواطن. وراحين احنا من نوضع هذا الكشف يعني اعوان
وعمال مختصين من سونيغاز هما اللي راح يوضعوا هذا الكشف. اذا حنا نمشيو ب عندنا حنا يعني عمليات زياره المواطن سواء كان رصد العداد او مؤشرات الاستهلاك ثم دفع الفاتوره او تقديم الفاتوره. اذا حنا هذه اللي تولي نسميهم حنا دورات الدوريه اللي نقوم بها للمواطن حين يكون فيه برمجه لعمالنا باش يقوموا بهذه الدورات، ثم ليس فقط عمليه وضع كشف احادي اكسيد الكربون وحتى مباشره ومزاوله كذلك عمليه مراقبه تقنيه للتركيبه الداخليه الغازيه. اذا هي فيها عمليتين، كشف هو لاحادي اكسيد الكربون والمراقبه التقنيه للتركيبه الداخليه هي للغاز. سيد هدنة، هل ربما كم ستدوم هذه العمليه؟ هل هناك ربما وقت محدد لإنهاء هذه العملية؟ وربما ستأخذ بعض الوقت حتى يتم تعميمها على كل الزبائن؟ هي مباشرة، شفت احنا يعني ما ربحنا الوقت وما صرفناش في الوقت ثلاث أسابيع منذ صدور تعليم السيد رئيس الجمهورية. بشرنا اليوم من خلال بوسعادة وراح تعمم على 21 ولاية إلى باش تعمم على 58 ولاية. إذا العملية راهي شوية يعني ما نقولوش صعيبة، وإنما هي عملية تكون تطلب وقت، لذلك حنا راه يجي تدريجيا إلى أن تعمم على كل الولايات. لذلك حنا ندعو من زبائننا والمواطن الكريم باش يسهلوا المهمة لأعواننا باش يسمحوا لهم يقوموا بهذه العملية، لأنه فيها وضع الكاشف، فيه مراقبة المعدات، إذا يعني معدل زيارة الزبون راح تكون حوالي ساعة في اليوم، كل زبون راح يخصص له ساعة كاملة كمعدل لمراقبة ولإنجاز هذه العملية. خليل هدنة، الناطق الرسمي باسم شركة سون الغاز، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. أصبر حديث مرور عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة. وحسب الحماية المدنية، الحادث وقع بطريق الوطني رقم 56 مفترق طريق دبيش بلدية حسي بن عبد الله بولاية ورقلة، وتشتغل الحافلة في الخط الرابط بين باتنا وورقلة. وللمزيد من المعلومات حول هذا الحادث نربط الاتصال بال الملازم ابراهيم بن عيوة، المكلف الاعلام بمديريه الحمايه المدنيه لولايه ورقلة. سيدي اهلا بك. اهلا زميلي. سيدي، اذا حصيله ثقيله مره اخرى بسبب حوادث المرور بولايه ورقلة. بالنسبه لحادث المرور في ولايه ورقلة اللي كان صباحه اليوم على الساعه 12:30 صباحا، الحادث يتمثل في اصطدام حافله طبعا لنقل المسافرين وشاحنه لنقل الخضر، مما ادى الى انقلاب الحافله. الحافله تشتغل خط باتنا ورقلة، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 56 بنقطه الكيلومتريه 22 كيلومتر بمفترق طرق بلديه دبيش حاجي بن عبد الله ولايه ورقلة. خلف هذا الحادث وفاه 5 أشخاص بعين المكان، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة. تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالحنا إلى مستشفى محمد بوضياش بورقلة. سيدي، هل عرف السبب الذي أدى إلى هذا الحادث؟ طبعا بالنسبة للأسباب تبقى تحقيقات جارية من طرف مصالح الأمن. وحسب شهود العيان والركاب؟ بالنسبة لل شهود العيان طبعا كانت الحالة تاعهم ما زالت في صدمة، يعني ما كانش تصريح من طرف شهود العيان. بالإضافة إلى الوفيات، ربما ماذا عن طبيعة الإصابات التي سجلت من خلال هذا الحادث؟ بالنسبة للإصابات، إصابات متفاوتة، منها جروح منها كسور، تبقى الحالات يعني مستقرة في المستشفى 9 حالات، قلنا إصابات مستقرة. وماذا عن الحصيلة المسجلة في ولاية ورقلة خلال الأشهر الأخيرة؟ خلال السنة الماضية اللي هي سنة 2022 سجلت مصالح الحماية المدنية ولاية ورقلة 350 حادث مرور، من خلالها سجلنا إصابة 483 شخص، كذلك تسجيل 36 حالة وفاة.
إبراهيم بن عيوة المكلف الإعلامي بمديرية الحماية المدنية لولاية ورقلة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أشرف وزير النقل كمال بالجودة اليوم على إعطاء إشارة انطلاق حيز الخدمة التجارية خط ترامواي مستغانم بالجودة، شدد على ضرورة الصيانة الدورية للعربات وتوفير قطاع الغيار الكافية لتفادي أي عطل قد يصيب هذه الوسيلة الحيوية. ولتفاصيل أوفى حول انطلاق ترامواي مستغانم نربط اتصال مباشرة بالزميل الصحفي حمى بوعلام. بوعلام أهلا بك. أهلا بك زميلي رفيق، تحية لك وإلى كل مشاهدي قناة الحياة الجزائرية. إذن سيدي، بعد طول انتظار الترامواي يدخل حيز الخدمة اليوم. نعم، إذن بعد طول انتظار وتأخر في عملية إنجاز، فاقت مدة إنجازه 9 سنوات، أعطى اليوم قلت وزير النقل السيد كمال بجود رفقة واري ولاية مستغانم السيد عيسى بولحية إشارة انطلاق أو وضع الرسمي حيز الاستغلال التجاري خط الترامواي مستغانم على طول مسافة 14.2 كيلومتر، والذي يتوفر على 20 محطة لمسافرين وست محطات كهربائية، بالإضافة إلى 20 كشك لبيع التذاكر ووكالات تجارية. هذه الوسيلة قلت التي تتوفر على مدة أو عدة منشآت، منها جسر وحتى ثلاث أنفاق، وهناك يعني القطب السياحي صلامود يتواجد به مركز للصيانة بمساحة تقدر ب 12 هكتار، وغرفة للمراقبة، بالإضافة إلى حظائر للسيارات وعدد القاطرات ب 25 قطار. لعل ما ميز هذه النقطة والتي شدد عليها وزير بالجود كمال الذي أجد تعليمات إلى مسؤولية ترامواي مستغانم إلى ضرورة المتابعة الدورية للصيانة العربات الترامواي تقنيا وميكانيكيا، مع توفير جميع اللوازم واللواحق وقطع الغيار حتى لا نقع في او حتى لا يقع او تقع المؤسسة في اخطاء العطب كما شهدته بعض الولايات رفيق. وربما الى اي مدى ربما سيساهم هذا الخط في التقليل من زحمة السير في الولاية وكذا توفير وسائل النقل في الولاية كذلك؟ نعم، هو أكيد أن بالطبع سيساهم بشكل كبير وخاصة في تحسين الخدمة العمومية، وهو أقول في الحقيقة يعني توجه السلطات العمومية والسياسة العامة للدولة سيجعل أو دخول هذه الوسيلة الحضرية حيز الخدمة من الجميع أو السير في جميع المراحل، وخاصة في سيجعل هذه المؤسسة بالقطاع درجة أعلى وأقوى في تحسين الخدمة، وخاصة السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد الوالي ولاية السيد عيسى بولحية الذي تابع باهتمام كبير على عملية الإنجاز رغم أنها متأخرة، حتى يصبح هذا المشروع الذي يبقى يعني يبدي جمالا ورونقا على المدينة وخاصة القطب السياحي ومدينة العصرية كمدينة عصرية لخدمة المواطن. ولعل المستفيد الأول في هذه الوسيلة الخاصة بالنقل الحضري هم طلبة الجامعة خاصة منهم قطب خروبة بتسعيرة واشتراك مدعم، بالإضافة إلى زوار الحديقة مستلان التي تستقطب أعداد كبيرة من الزوار. ولم كذلك ربما كيف تفاعل السكان مع انطلاق أو دخول ترامواي حيز الخدمة اليوم؟ هو المواطن بطبيعة الحال كان ينتظر كثيرا هذه الوسيلة، وهو حاليا جد مسرور بهذه الوسيلة الحضرية ومع انطلاق هذه الخدمة التجارية التي ستنطلق غدا بمشيئة الله أمام السكان وسكنة مستغانم وحتى طلبة الجامعة، وخاصة بالنسبة لهذه الوسيلة التي انتظرها ربما الإشارة أو حيز الخدمة لهذه الوسيلة النقل ستمسي سكنة مستغانم المدة التي طال مدة الإنجاز التي طالت أو التي يعني قاربت 9 سنوات. حمى بوعلام الصحفي من ولاية مستغانم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. كشفت مديرية التربية بولاية باتنا عن المزيد من التجاوزات داخل المديرية والتي عرفتها خلال عهدة المدير السابق.
تجاوزات تمثلت في إجراء حركة غير قانونية لعشرين مدير ابتدائية شهر جونفي من السنة الجارية بعد 4 أشهر فقط من تثبيتهم في مناصبهم، رغم أن القانون يمنعهم من المشاركة في أي حركة أو تحويل إلا بعد مرور 3 سنوات من التثبيت. وللمزيد حول هذا الموضوع نربط اتصال بمراسلة قناة الحياة الجزائرية الزميلة أسماء بوزيد. أسماء أهلا بك. أهلا بك زميلي رفيق، مساء الخير. مساء النور أسماء. إذن الكشف عن مزيد من الفضائح وتجاوزات داخل المديرية أو مديرية التربية لولاية باتنا. حقيقة زميلي قطاع التربية أو بالأحرى مديرية التربية لولاية باتنا تشهد العديد من الصراعات وكشف العديد من التجاوزات الغير قانونية، خاصة منذ تعيين الأستاذ حملنا عثمان مديرا جديدا للتربية خلفا للمدير المنتهية مهامه سابقا، فقد كشف المدير جملة من الفضائح. فمن فضيحة الأسبوع الماضي التي تتعلق بإدماج 37 أستاذا متعاقد بطريقة غير قانونية، أين تم المضي بهذا الملف إلى أروقة العدالة للفصل فيه وفقا للقانون؟ ها نحن اليوم أيضا على وقع فضيحة أخرى، أين تم تسجيل خرق قانوني والمتعلق بإجراء حركة غير قانونية مست 20 مديرة ابتدائية شهر جانفي من السنة الجارية بعد 4 أشهر فقط من تثبيتهم في مناصبهم شهر سبتمبر المنصرم، رغم أن القانون يمنعهم تماما من المشاركة في أي حركة أو أي تحويل إلا بعد مرور 3 سنوات من التثبيت. وهنا تبقى يعني التساؤلات، وأين تساءل أيضا مدير التربية حملنا عثمان عن دور النقابة المعنية للمدارس الابتدائية في التنبيه لهكذا خروقات. أسماء، وما هي ربما الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية أمام هذه الخروقات الجديدة إن صح التعبير؟ حقيقة زميلي بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف المديرية أمام هذه الخروقات الغير قانونية، وفي اتصال أجريناه مع رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي الأستاذ مراد عيشي حول الأمر، قال أنه تم إخطار الوزارة الوصية فيما يخص الخروقات في انتظار الرد واتخاذ الإجراءات الضرورية. أسماء، وهل هناك معلومات جديدة فيما يخص ملف السكنات الوظيفية؟ بالنسبة لملف السكنات الوظيفية والتي تم التطرق له في العديد من المرات، قال مدير التربية أمام نقابات القطاع أنه تم الكشف عن 204 سكنا وظيفيا منح لغير مستحقيه، والأخطر أن هناك من تحصل على سكنين أو 3 من السكنات الوظيفية. وبالتالي مديرية التربية شرعت في إرسال إعذارات إخلاء السكنات لغير مستحقيها، ومن يخالف الأمر ستلجأ المديرية إلى إجراءات المقاضاة. أسماء بوزيد مراسلة قناة الحياة الجزائرية من ولاية باتنا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. احتضنت ولاية بازا يوم أمس المسابقة الوطنية للرياضات الميكانيكية عبر مسلك القندوري على مستوى الطريق الرابط بين بلدية عين تاكوريت وقرية حلولة الساحلية بالحطاطبة، حيث عرفت مشاركة العديد من مختلف ولايات الوطن. ولرصد أجواء هذا السباق معنا من ولاية تيبازا مراسلة قناة الحياة الجزائرية الزميلة نوال بني سعد. نوال أهلا بك. مساء الخير رفيق لكم ولكل مشاهدينا الكرام. مساء النور نوال. إذا في أي إعلاء أو في أي إطار تأتي هذه المسابقة؟ نعم رفيق، فقد شهدت ولاية تيبازا يوم أمس البطولة الوطنية للرياضة الميكانيكية أو ما يعرف برالي السيارات من تنظيم الاتحادية الوطنية الجزائرية للرياضة الميكانيكية في جولتها الثالثة بعد كل من ولاية أندية وبعد جولتين بولاية أندية، وذلك على مستوى طريق الولائي المؤدي إلى عين تاكوريت وما يعرف بحي قندوري على طول 1.30 كيلومتر. نوال، وماذا عن المشاركة في هذه المسابقة؟ نعم رفيق، فقد أجريت المنافسة في روح رياضية عالية بين المنافسين في ظروف جد ملائمة، حيث شارك فيها 63 متسابق من مختلف الولايات والذين ينضمون لرابطات لكل من العاصمة البيدا وبجاية. ومن فاز بهذه المسابقة نوال؟
والله رفيق، المسابقة عرفت عدة جولات، ففي الجولة الأولى فاز فيها المتنافسين من بالمراتب الأولى من دال إبراهيم وبجاية، والمرحلة الثانية فاز فيها كل من كتبت فيها كل من المنافسين ببلدية بوعينان، والمرحلة الثالثة متسابقين من بير خادم، أما المرحلة الثالثة ففاز بها من المرادية وبجاية. وهل كان هناك إقبال من طرف عشاق الرياضات الميكانيكية نوال؟ نعم رفيق، فكان إقبال كبير لعشاق الرياضة الميكانيكية والذين جاءوا من مختلف الولايات الوطن، خاصة أن الجولة البارحة كان ربيعي ما ساعد في نجاح هذه التظاهرة دون أي حوادث أو إصابات، حيث في معظم الحاضرين تمنوا أن لو أن هذه التظاهرات ستكون في مختلف ولايات الوطن. نوال، وهل ربما ولاية بازا معتادة على تنظيم مثل هكذا مسابقات؟ أجل رفيق، فولاية بازا معروفة بالرياضة الميكانيكية، سواء الرالي السيارات أو الدراجات النارية، خاصة أن المعارجات التي بها تساعد على مثل هذه الرياضات خاصة ببلدية حطبة. نوال بني سعد مراسلة قناة الحياة الجزائرية من ولاية بازا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وبهذا مشاهدي الكرام نأتي لختام حلقة اليوم من برنامج أخبار الولايات، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.